واحد لعشرة. هنبتدي محمد الشناوي. محمد الشناوي أنا بقول دايما بياخد تسعة لأنه بيأدي واجبه كامل يعني مع الفرق. علي معلول النهاردة ثانية حكاية الشناوي بس سؤال. النهاردة اختبر في كورة مهمة جدا بتاعت تقريبا جريندو، ما عشان كده واخد تسعة وانت مديله تسعة. اه طبعا. والكور العالية بيطلع يمسكها ويعني يعني عشان التفاصيل عشان ما نضيعش وقت كتير. طيب علي احمد فتحي كابتن، لا عايز ابتدي باحمد فتحي. علي احمد فتحي، احمد فتحي سبعة. سبعة. اه رامي ربيعة، رامي ربيعة تمانية، وياسر ابراهيم تمانية. طب واحدة واحدة كابتن عشان بنطلع صور الشباب دي عشان نديهم نديهم حقهم يعني. اه تمام. تمانية رامي ربيعة، تمانية. اه ياسر ابراهيم تمانية. تمانية. علي معلول، علي معلول تمانية. الشيخ، الشيخ ستة. الشيخ ستة. ليه يا كابتن قلت بالشيخ؟ لسه لسه مش ده، مش ده احمد الشيخ. اه انت متوقع ان هو يبقى المفروض عنده يبقى لازم كتير. عنده كتير احمد الشيخ. حمدي فتحي كابتن النهارده، حمدي فتحي برضو اديله سبعة. سبعة من عشرة. ديانج يا كابتن سبعة برضو. سبعة من عشرة ديانج. جيرالدو أربعة. ماشي. بادجي عشان بس الجري اللي جري يعني جري عشان تديله اليو بادجي اديله ستة. ستة. اه مروان يا كابتن ستة او خمسة يعني النهاردة. هنروح لجريندو بقى لاعب الحرس النهاردة.